كل سنة وانتم طيبين. عايزين نعرف حضرتك سبب ترشيحك للفريق السيسي. ان الراجل ده محترم وراجل قيمة كبيرة قوي وراجل يعني راجل وقف جنبينا كلنا وقف جنب الشعب المصري وقف جنب شعبنا وقف جنب ناس كتير قوي، واحنا راجل بنحترمه عشان هو راجل جريء قوي، راجل محترم، راجل من جوه المطبخ فاهم الدنيا، مش عايزين اي حد تاني. شايف ان في حد هينافسه في الانتخابات؟ محدش هينافسه، لان محبة ربنا ومحبة الشعب كله هو ناجح وهو نام في بيته. الشعب انقدح وعصره كان